مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون الحقيقه النهارده حلقه متنوعه جدا فيها كلام كتير عن استثمار زراعي جديد ومختلف عن قضايا شائكه ومهمه جدا بتهم المواطن المصري الحقيقه في ظل يعني العمل الكبير الخاص بالافراد والشباب في مشروع المليون وصف المليون فدان يعني بنطالب في برنامج من المليون شركة الريف المصري بالاستجابة لمطلبهم بعمل اجتماع معهم للاستماع لشكواهم خاصة في منطقة المغرى الحقيقة منطقة المغرى من أهم المناطق أو أكبر المناطق اللي بتتبع مشروع المليون ونصف المليون فدان أكتر من 300 ألف فدان هناك الشباب بيزرعوا فده بيتطلب من شركة الريف المصري أنها تقعد مع هؤلاء الشباب او هؤلاء المنتفعين وتستمع ليهم تشوف مشكله الطرق اللي لسه فيها كلام كتير او مشكله شبكات المحمول او مشكله الكهرباء اللي لسه ما وصلتش بالفعل وخاصه بعد التغيير الكبير في شركه الريف المصري وتولي اللواء عمرو عبد الوهاب رئاسه الشركه خلفا للمهندس عاطر حنور الحقيقه بالاضافه لده عندنا في الفتره دي كلام كتير في مصر عن فيضان النيل. الحقيقه السودان تعرض لفيضان شديد هذا العام تسبب في خسائر كبيره للكثير من المواطنين وخسائر بشريه وخسائر ماديه وده الحقيقه تسبب في خوف لدى بعض المصريين من ارتفاع مناسيب النيل في مصر و إمكانية أن يكون في غرق لبعض الأراضي أو القرى اللي موجودة على طرح النهر والحقيقة في شغل كبير جدا من وزارة الري والموارد المائية اجتماعات بصورة دايمة لجنة إيراد نهر النيل بتشتغل بصورة مستمرة في رفع حالة الطوارئ في مختلف المحافظات المتشاطئة مع نهر النيل واحنا وزير الري النهارده كان في اجتماع في لجنه اراضي النيل وقال ان اللجنه العليا لمتابعه اراضي النيل في حاله انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من اجراءات للتعامل مع فيضان النيل ومتابعه فيضان النيل على مدار الساعه وكمان قال معلومه مهمه جدا وهي انحسار معدلات الامطار وانخفاض المناسيب بدء من الثلاثاء المقبل الموافق السادس من اكتوبر احنا لمزيد من المعلومات والتوضيح معنا المهندس محمد السباعي المتحدث الاعلامي الرسمي باسم وزاره الري مش مهندس مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم ازي حضرتك الحمد لله ربنا يحفظك الحقيقه في شغل مهم جدا من وزاره الري ل أه الحمايه من فيضان النيل او ارتفاع مناسيب الميه المتوقعه، انا عاوز اعرف من حضرتك الموقف حاليا من أه الفيضان او أه الموقف من مناسيب أه أه نهر النيل ايه؟ زي ما حضرتك متابع يا فندم ويمكن كل المواطنين متابعين احنا بالفعل الفتره دي في ارتفاع في مناسيب مياه النيل نتيجه ان احنا بنمر بفتره الفيضان اللي بتبدا 1/8 ثم م. تستمر حتى نهايه شهر اكتوبر. <applause> خلال الايام الماضيه فعلا السنه كل المؤشرات والرصد بياكد ان الفيضان السنادي دي فوق المتوسط طبعا احنا الفتره دي كمان قلنا نستفيد من الـ الـ الأمن نصرف كميات زياده من المياه عشان نستفيد بغسل النهر وايضا تقليل نسبه التلوث وتقليل نسبه الامونيا خصوصا في في فرع رشيد <applause> اللي بتاكد فوق الاسماك في فرع رشيد عامه ان شاء الله نتوقع باذن الله النهارده اصدرنا بيان انه المياه الامطار تبدا في الانحسار بيوم 6 اكتوبر القادم وباذن الله تعود لمعدلاتها الطبيعيه وكل ما في الامر ان احنا بننبه على كل اهالينا اللي موجودين في طرح النهر في الاماكن اللي فيها تعديات بالبعد عن مجرى الماء لان يعتبر طرح النهر اساسا جزء فيه من المجرى الماء. طب بالنسبة للكلام الكتير المنتشر بيقول إن في بعض القرى تضررت أو بعض الأراضي بالفعل تضررت هل الكلام ده صحيح ولا مش مهندس؟ اللي تضرر يا فندم هو الأراضي اللي عليها تعديات عايز أوضح لحضرتك إن كل ما تضرر هو جزء من طرح النهر سواء في الجزء اللي داخل النهر نفسه أو الأراضي المتشاطئه أو الأراضي اللي هي متخمة للمجرى المائي آه هناك طبعا تعديات ضخمه موجوده حضرتك تعلم بيها بسبب قدر من الاختناقات الاختناقات دي بتؤدي نوع عدم القدره على استيعاب المياه اللي بيتم ضخها خصوصا في فترات الطوارئ زي اللي احنا بنمر بيها طب يا باشمهندس وضع السد العالي ودوره في الحمايه من فيضان النيل ايه السد العالي يعتبر هو الحامي الاساسي لمصر من آه اي آه فيضان آه خلال آه فتره الفيضان بيتم استيعاب المياه اللي بتاتي لمصر من دول المنابع وأعالي النيل وتم استقبالها وتخزينها في بحيره ناصر امام السد العالي ثم بعد كده يتم صرفها طوال العام على حسب الاحتياجات والاحتياجات دي اللي هي سواء احتياجات الزراعه او لمياه الشرب او ايا كانت الاستخدامات وبيتم تحديد الكميات المنصرفه يوميا بشكل مدروس علشان ما يكونش هناك اي هدر وكمان عشان التكييف اقصى استفاده من كل نقطه مياه طب باشمهندس اخر سؤال يعني ماذا عن التنسيق مع المحافظات المتشاطئه وتوقعاتكم للمعدلات الامطار هتنحصر خلال الفتره اللي جايه امتى والاوضاع هتبدا تهدى امتى؟ المحافظات المتشاطئه طبعا احنا تم التنسيق مع كافه المحافظات والجهات المحليه بطول النهر من اسوان لدمياط ورشيد انهم يتم متابعه الوضع على مدار الساعه وأجهزة الوزاره طبعا في المحافظات هي كمان بتراعي هذا الامر والمتوقع زي ما حضرتك قلت انا في بدايه المكالمه ان هو الامطار ستنحسر ان شاء الله بحلول 6 اكتوبر يوم 6 اكتوبر باذن الله بشكر حضرتك جدا مهندس محمد السباعي متحدث الاعلام باسم وزاره الري شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس الحقيقه يعني وزاره الرأي من الوزارات العريقه والتاريخيه اللي بتقوم بدور مهم جدا على مدار سنوات طويلة وزي ما قال البشمهندس محمد إن السد العالي كان ليه دور كبير فهو الحامي لمصر من فيضان النيل هي السد العالي على مدار الأيام الماضية كان ليه دور كبير في حجز كميات المياه الكبيرة اللي كانت جاية من السودان ويعني تمرير بعضها حسب دراسات وزارة الري وحسب احتياجات المائية ل مصر وبالاضافه الحقيقه للتنسيق الكامل بين وزاره الري وبين المحافظات المتشاطئه وهنا في معلومه مهمه جدا وان اراضي ان اراضي طرح النهر هي اراضي تابعه لنهر النيل ومجرى نهر النيل وهي اراضي متعدة عليها لازم الناس تاخد بالها من هذه المعلومه لان ما فيش حسب وزاره الري وحسب المهندس محمد ان ما فيش غرق لقرى أو لأراضي بعيدة عن نهر النيل لكن كل الخسائر اللي حصلت أو اللي ممكن تحصل كانت على مجرى نهر النيل في أراضي طرح النهر وهي أراضي متعدة عليها الخبر الثاني والمهم الحقيقة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واللي على مدار هذا الأسبوع كان لها شغل مهم جدا وعظيم في ملف الدواجن كلنا عارفين انه من سنه 2006 ومنذ دخول انفلونزا الطيور حصلت مشكله كبيره وهي ان ما كانش لمصر فرصه انها تصدر الدواجن بتاعتها خوفا من انتقال هذا المرض الى الدول المستورده لكن هيئه الخدمات البيطريه وقطاع الثروه الحيوانيه ووزاره الزراعه باجهزتها نجحت انها توفر كافه الامكانيات للشركات الكبيره في مصر انها تكون منشات خاليه من انفلونزا الطيور والحقيقه ده المنظمه الدوليه للصحه الحيوانيه اعلنت ده رسميا واعترفت بيه وده فتح لنا فرصه كبيره ان احنا ممكن ممكن نصدر الدواجن او منتجاتها سواء بيض او كتاكيت او الطيور بصوره عامه الى دول خارج مصر الحقيقه احنا في مصر في حاجه لكل دولار من الخارج من خلال التصدير القطاع الزراعي من اهم القطاعات اللي بنصدر فيها خاصه الحاصلات الزراعيه احنا معانا الدكتور طارق سليمان وهو رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والدجنه وزاره الزراعه وهو احد العاملين الحقيقه في هذا القطاع بصمت وبيشتغل آه يعني هو الساعه 9 مساء او الساعه 10 دلوقتي وموجود في مكتبه بيشتغل آه شغل كتير جدا آه دكتور طارق دكتور طارق معانا اهلا وسهلا استاذ شعبان اهلا اهلا, أهلا وأهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين الكرام كل عام وحضراتكم ومصر كل خير ربنا يخلي حضرتك يا دكتور دكتور احنا يعني احنا في القطاع الزراعي بنتحسس اي خبر يكون حلو ممكن المربي بتاع الدواجن او صاحب شركه الدواجن او الشغال في قطاع الدواجن يستفيد منه والحقيقه كان في خبر مهم جدا النهارده وخبر كان من كام يوم آه سواء في المباحثات المصريه الاماراتيه لتصدير الدواجن ليهم وموافقه الجانب الاماراتي مع بعض الاشتراطات البسيطه، والنهارده كمان مصر مصر وافقت على تصدير آه كتاكيت بياض الى احدى الدول الافريقيه دوله غانا، عاوزين نعرف من حضرتك يعني بعد 14 سنه واكثر من الحظر على تصدير الدواجن المصريه او حظر ما يتبع ليها سواء كتاكيت او بيض، يعني وضع الوضع دلوقتي ايه؟ وهذه الخطوه ما تمثله للاقتصاد او لجهود وزاره الزراعه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول ان وزاره الزراعه اتخذت العديد من الاجراءات والتدابير للوصول للاكتفاء الذاتي من الانتاج التجني والحمد لله احنا حاليا بالفعل على اعتاب الاكتفاء الذاتي من الانتاج التجني. ويمكن طبعا بالنسبه لبيض المائدة الحمد لله احنا حققنا الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا. وان شاء الله في الفتره القادمه هنسمع عن تصدير منتجات داجنه وفتح افاق تصديريه للخارج من ضمن الاجراءات اللي اتخذتها وزاره الزراعه هو لا عجاله لو اتكلمنا على تراخيص التشغيل وتبسيط اجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الاهتمام بكافه اشتراطات وضوابط ومعايير الامن والامان الحي وحول وداخل الانشطه م. والمشروعات الداجنه لما نتكلم على فتح افاق للاستثمار الدجني في الظهير الصحراوي وفخامه الرئيس بالفعل وقع قرار جمهوري بتحديد تسع مناطق للاستثمار الداجاني بعيدا عن الزحام في الوادي والدلتا دي مشروعات داجنه ضخمه سه سهل والفعل. في التسع مناطق دول سهل الناس تاخد فيهم تراخيص يا دكتور آه طبعًا عظيم ولما نتكلم على البروتوكولات اللي تم عقدها وحضرتك أشرت إليها سابقًا ما بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والاتحاد العام المستجد الدواجن بين بروتوكول آخر ما بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لتوفير الدعم اللوجستي والفني والمالي للإخوة صغار المربيين ورفع كفاءة على ما وتحويلها من نظام المفتوح إلى نظام المغلق وما له من آثار إيجابية ونتائج تحقق زيادة الربحية وزيادة الإنتاج وزيادة تحسين العائد الاقتصادي ومعظمة الاستفادة من وحدة المساحة كل هي. هذه الإجراءات وصلتنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك على عتاب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج التاجري ممكن السنة دي أقل سنة الحمد لله نستورد فيها دواجن من الخارج طبعا حضرتك عارف ان استيراد الدواجن من الخارج بيتم بناء فقط على احتياجاتنا ولسد فعلا, فعلاً في, قرار قرار في قرار من رئيس في قرار من رئيس الوزراء بالفعل طبقا لقرار آه يحمل رقم ثلاث ستينات لسنه 2018 لدوله رئيس الوزراء ولا يتم الاستيراد الحمد لله عشوائي خالص وبيتم طبقا لقواعد بيانات وطبقا لاحتياجات وانتاج الحمد لله إيه يعني ده ده شغل هايل وحاجات تبشر المستهلك المصري والمواطن المصري بان الاسعار هتبقى في متناول الجميع وكمان هنوفر استيراد من الخارج وهنوفر دولار للاحتياطي النقدي بتاعنا ونصدر الحمد لله انا بتواصل المصدرين وحاول المصدرين والحمد لله امبارح تم الموافقه من خلال اللجنه الفنيه لتصدير واستيراد لفحص طلبات تصدير واستيراد الحيوانات والدواجن وتم الموافقه على تصدير كتاكيت بياض الى احدى الدول الافريقيه وده بدايه ما بنقولش دي الحاجه هي دي بدايه وفتح افاق تصديريه للعديد من الدول العربيه والاوروبيه والحمد لله ده بيدل على الثقة في خبراتنا وفي كفائتنا وفي صناعة الدواجن انها ما ماشية بخطى سليمة ومتقدمة وبيدل برضو على توفير البيئة الخصبة لصناعة الدواجن البيئة الأمنة اللي نقدر من خلالها الفترة الخارج خلال. يمكن حضرتك عارف ان يمكن في مطلع شهر يونيو 2020 تم الموافقة على تسجيل 14 منشاه من المنشات الناجمه أيه. المعزوله طبقا لضوابط واشتراطات المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه او اي اللي هيسهل من خلالها التصدير للخارج ويمكن الحمد لله مصر بتتمتع بموقع جغرافي سواء ما بين الدول العربيه او الدول الاوروبيه ومنتج الانتاج الناجمي المصري معروف بجودته العاليه مقارنه بالمنتجات الاخرى اخر اخر آه نقطة, نقطه بس العديد يعني العديد من الدول العربيه متقدمه في طلبات ان شاء الله برضو ليه زي ما في حاليا يعني في دول عربيه, ده عربية ده بخلاف ده الامارات يعني بخلاف المباحثات المصريه الاماراتيه اللي حصلت في دول عربيه ثانيه؟ بالفعل في بالفعل الحمد لله دول وان شاء الله هيعلن عنها طريقة طب آه دكتور المباحثات المصريه الاماراتيه نتائجها سريعا كانت ايه؟ الو أنا بشكر حضرتك جدا، الخط قطع الحقيقة يعني شكرا جزيلا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والدجنة في وزارة الزراعة، الحقيقة يعني في إنجازات كتير لوزارة الزراعة في قطاع الثروة الحيوانية والدجنة وده شفناه خلال الأسبوع الماضي، جهد كبير من دكتور طارق سليمان وجهد كبير من المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير شؤون الثروة الحيوانية والدجنة وجزء أو جهد كبير من الدكتور عبد الحكيم محمود وهو رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكل الـ 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 الموظفين والعاملين والمسؤولين في هذه الجهات لكن على الرغم من كده في بعض الطلبات لصغار المربين متعلقه ببورصه الدواجن الحقيقه في برنامج من نشيدنا نشدنا كتير جدا وزاره الزراعه ومهندس مصطفى الصياد وقبله الدكتوره منى محرز نائب وزير سابقا وقطاع الثروه الحيوانيه والطب البيطري وكل الجهات وزير الزراعه بنفسه بانه يكون في بورصه للدواجن الحقيقه السمسره بيسيطروا على اسعار التنفيذ بالنسبه للمربين المربي بيتعرض لخسائر كبيره في بعض الاوقات بسبب السمسره او بسبب العرض والطلب مفيش اليات محدده حتى الان لصغار المربين علشان يبيعوا المنتج بتاعهم ويحققوا هامش ربح مناسب ليهم فالحقيقه في مناشده من صغار المربين لوزاره الزراعه وليه الجهات المعنية بتفعيل بورصة الدواجن في بنها أو عمل بورصة إلكترونية فيها تجمع كل الخبراء سواء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن سواء وزارة الزراعة سواء المربين نفسهم سواء السمسرة سواء التجار سواء أصحاب الشركات ويكون في منظومة كاملة لتحديد الأسعار وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين أو لصغار المربين وده طلبنا فيه كتير في برنامج منسى زرع المليون، نتمنى مع هذه الانجازات اللي هي في وزاره الزراعه في هذا القطاع، ونحن على اعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، نتمنى يكون في خطوه نحو تنفيذ مطلب صغار المربين اللي بيوصل عددهم لاكثر من خمس ملايين مربي وعامل وناس الشغاله في هذا القطاع بصوره كامله، واستثماراته بتتجاوز مليار جنيه آه شكرا جزيلا للدكتور طارق سليمان ونتمنى آه الاستجابه لهذا المطلب لبرنامج من سازر عاملين وصغار المربين آه كمان آه مع هذا التقدم او هذا العمل آه المحترم من وزاره الزراعه في على الجانب الثاني القطاع الخاص الحقيقه شغال على قدم وساق في انه آه يعمر الصحراء في انه يستفيد من كل فدان ارض حتى لو ما فيش مصدر ميه فيه او مصدر الميه فيه ملوحته عاليه او الارض قاحله وتعرضت للبوار بسبب عدم وجود مصدر مياه مناسب ليها لا تصلح للزراعه هي هذا النموذج اللي احنا هنعرضه هو نموذج لاحد شباب المصريين الناجحين المستثمرين في انه نجح يحول مساحه كبيره من الاراضي القاحله الغير صالحه للاستخدام الزراعي او غير صالحه للزراعه لمعظم المحاصيل الزراعيه وبعد بوار سنين طويله بسبب الميه نجح في انه يفكر خارج الصندوق ويعمل مشروع جديد واسس مشروع جديد ومختلف هو مشروع لانتاج الطحالب انشاء صوب زراعيه على مستوى عالمي وبجودة عالمية تبعها تفكير خارج الصندوق وتصميم هذه الصوب الزراعية لإنتاج الطحالب إنتاج الطحالب خاصة طحلب السبيرولينا وهو من أهم الطحالب المنتجة والعائد الاقتصادي لها عالي جدا واستخداماته كبيرة جدا لدرجة أن ممكن ناس ما تتصورش أن عائد او الانتاج بتاع الطحلب ممكن يطلع من مستحضرات تجميل ممكن يطلع صناعات غذائية ممكن يطلع يعني منه حاجات كتير او منتجات كتير فيها قيمة مضافة لنا كمستهلكين هذا النموذج هو في منطقة ابو غالب في الطريق الصحراوي وهنعرض تقرير من هناك برنامج منسى زرع بيكون شاهد على انشاء هذه المزرعة العملاق البأيادي مصريه و بارواح ورجاله مصريين وزي ما احنا شايفين على الهوا دي اراضي صحراء لا تصلح للزراعه والحقيقه شغل عظيم جدا شباب بتشتغل فرص عمل للشباب ارض قاحله بنحاول نستخدمها ونستغلها بنائين بيشتغلوا بتوع محاره بيشتغلوا بتوع صوب زراعيه وبلاستيك بيشتغلوا عمال حصاد الطحالب قدامنا بيشتغلوا الناس بتاع اصحاب المحلات بيشتغلوا فالحقيقه نتمنى يكون كل واحد مصري يشتغل ويفكر خارج الصندوق ويشتغل ويطلع بمشروع مختلف في حق ليه مكسب ما ينفعش نقعد في بيوتنا ونقول والله ما فيش شغل والله ما فيش عمل الدنيا بايظه الدنيا واقعه وقدامنا في ناس بتشتغل في الصحراء يعني الناس دي بتشتغل من 5 الصبح للساعه 9 بالليل وشغل ما شاء الله عظيم يعني ليه ليه ما نبقاش زي الشباب دول وزي الناس دي اللي بتشتغل في عز الشمس الساعه 11 والساعه 12 الظهر والساعه 1 الظهر وبينتجوا وبيطلعوا انتاج وبيصدروا لكل دول العالم طحالب لينا وبينتجوا منها وبيوفروا عمله صعبه لمصر ليه ما نبقاش زي هذه النماذج الشابه الناجحه اللي بتحاول تخدم البلد وتخدم اقتصادها يا ريت يعني نشتغل بضمير ونعمل خلال الفتره اللي جايه في ان احنا نفكر خارج الصندوق خاصه الاستثمار الزراعي التقليدي خلاص انتهى عمليه ان احنا نزرع محصول ونحصده ونبيع الانتاج ده انتهى لازم نفكر خارج الصندوق في هذا المجال الزراعي بالذات بره مصر الناس بتفكر خارج الصندوق ازاي يحققوا اعلى استفاده من وحده المساحه ووحده آآ آآ الميه او كميه الميه المستخدمه خاصه ان احنا دلوقتي بنعاني من ازمه مائيه كبيره جدا تصل لحد الفقر والشح المائي احنا المفروض كل نقطه ميه بنستخدمها نستفيد منها والحقيقه في تجارب كتير ان شاء الله في برنامج من سازر المليون هنعرضها في توفير الميه بنسبه كبيره جدا وللشباب وقطاع خاص برضو يعني نتمنى خلال الفتره الجايه يكون في عمل من شباب المصريين وخاصة شباب مشروع المليون ونص مليون فدان اللي كل يوم في الصحراء وقاعدين في الصحراء وقاعدين في الضلمة من غير كهرباء ومن غير تلفونات أو شبكات محمول ومن غير سوشيال ميديا اللي احنا بنقعد 24 على ساعة, على ساعة على السوشيال ميديا هما بيشتغلوا بضمير وبيشتغلوا بجد في إنتاج نخيل برحي ونخيل مجدول و كل وزتون وكل انواع النباتات المتحمله الملوحة وبتتحمل جو الصحراء ده بيتطلب منا ان احنا نشتغل خلال الفتره الجايه وان شاء الله باذن الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نشوف تقرير مهم جدا لطحالب او اكبر مزرعه طحالب سبيرولينا في مصر تابعونا. دينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون احنا النهارده من احد مواقع انشاء صوب زراعية لإنتاج الطحالب هنشوف المراحل من بدايتها إلى نهايتها من أرض قاحلة زي ما احنا شايفين إلى أرض بتنتج وفيها استثمار من أهم الاستثمارات الزراعية اللي ممكن يشهدها المستقبل احنا معانا الدكتور أحمد حمزة مدير تنفيذي لموقع أبو غالب بشركة نور الهدى أهلا بحضرتك دكتور أهلا فأنا. أهلا بحضرتك دكتور أحمد احنا شايفين يعني الفرق كبير بين الارض القاحله اللي في الخلف والارض اللي ورا حضرتك وكمان الارض اللي فيها انشاء بالفعل عاوزين نعرف ان حضرتك في البدايه خصائص هذه الارض وازاي كانت قاحله والمده كام سنه وازاي حولتوها وفكرتوا في انكم تعملوا استثمار جديد وهو الاستثمار في انتاج الطحالب بسم الله الرحمن الرحيم احنا عندنا مشكله بشكل عام في القطر المصري ان احنا بنخش في نطاق الاراضي القحله والاراضي القحله ارض بتتميز بمميزات عامه بشكل عام بتتميز اول حاجه ارض غير خصبه ارض بتبقى فيها مشاكل في التربه زي مشاكل الملوحه مشاكل القلويه ارتفاع القلويه ندره الميه في الارض ديت ملوحه الميه وعدم جودتها لاستخدامها في الزراعات بشكل عام او الزراعات التقليديه كان اتجاهنا كشركه نور الهدى لما بدانا ندخل استثمار في مصر استثمار الزراعه والتحالب الاسبرولينا ان احنا كانت الطحلب لي ظروف خاصه تتاقلم مع طبيعه الاراضي القحله او الاراضي غير صالحه للزراعه فكان هدفنا ان احنا نبدا نخش في الاراضي الغير صالحه للزراعه ونبدا ناخدها ونبدا نعمل عمليه استثمار الاراضي القحله بشكل عام مش شرط كانت أراضي كلها قحلة من بدايتها، في بعض الأراضي كانت أراضي صالحة للزراعة، ولكن مع التغيرات المناخية اللي بدأت تحصل وبدأت كلنا نلاحظها بتبدأ تحصل إن الأرض دي بتحاول غير صالحة للزراعة. زي أرض التربة بتاعتها تملح، المياه بتاعتها تقل، جودة الماية تقل واكبر مثل على حاجه زي كده الارض اللي احنا موجودين فيها الارض دي دي مساحه حوالي 20 فدان ال 20 فدان دول كانت ارض منتجه للخضر كانت بتزرع طماطم وكانت مزروعه قبلها موز وارض كانت منتجه وارض كانت زاد جوده عاليه ولكن حصل انخفاض مستوى الماء الارضي ارتفعت نسبه الملوحه في الميه بالتالي بدات تحد من انواع الزراعات لحد ما الميه هنا ارتفعت لحوالي 4000 جزء في المليون فبالتالي اصبحت غير صالحه لمعظم المحاصيل الاقتصاديه اللي احنا او التقليديه اللي احنا بنعمل ليها عمليه زراعه فبالتالي احنا لما جينا اخذنا الارض دي كانت ارض بايره حوالي بقى لها 3 4 سنين بدون زراعه بشكل تام اخذناها وطبعا هو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت الجزء ده كان غير صالح للزراعه بشكل تام بدانا نعمل عمليه استصلاح ليها احنا عندنا مراحل معينه لعمليه انشاء الصوب واستصلاحها المرحله الاولى عندنا بتبدا ان احنا بناخد الارض بنعملها عمليه تسويه كامله تسويه بدون ميل الميل عندي بيبقى صفر بعد كده بنبدا عمليه انشاء ووضع وضع اساسيات الصوب الزراعيه بعدين بنعمل عمليه انشاء للاحواض الاسبورلينا ودي بتبقى بارتفاع 40 سم عن سطح احنا احنا مهندس يا دكتور قبل ما نتكلم عن المراحل العميقه يعني عمليات التسويه يعني احنا عاوزين من حضرتك نعرف كل مرحلة وتكلفتها ايه اه وبعد كده هننتقل لمراحل تانية اللي هي مرحلة الانشاء الصوبة والمرحلة الانتاج لكن في البداية هذه المرحلة اللي احنا فيها موجودين حاليا وهي مرحلة التسوية والاستصلاح ايه اللي عملتوه وازاي بدأتوا واستعنتوا بايه وايه تفاصيل الموضوع ده للاشخاص اللي حابين يستثمروا في هذا المجال إحنا أول حاجة بنستعين في الشركة عندنا متخصصين في كل مجال، بمعنى أنا ما بجيبش حد إن هو يقدر يشتغل في كل شيء في نفس الوقت، لأ أنا أول حاجة أول ما خدت الأرض جبت حد متخصص في المساحة رفع لي مساحات الأرض ورفع لي مناسيب الأرض وعمل لي خريطة وقسمها لي بالمساحات الأحواض اللي أنا محتاجها. بعد كده بعد ما رفعنا المساحات وعرفنا مساحتنا حددنا الاماكن اللي هنبدا نعمل فيها صوب وبعدين بدانا نجيب لوادر تبدا تمهد للأرض الارض وتاخد من المناسيب العاليه للمناسيب المخفضة وتعملها تسويه مبدئيه بعد المرحله اللي بعد كده جبنا تسويه عن طريق جرار الليزر والليزر دوت دي تكنولوجيا داخله في مصر فوق ال 15 سنه بنبدا نعمل عمليه تسويه بيجيب لي تسويه الارض صفر يعني بمعنى صفر ميبقاش عندي اي ميول في الارض كده انا استلمت الارض بقت الارض معايا متساويه بعد ما عملت مرحله رفع المقاسات والمناسيب ومرحله التسويه بالتسويه التسويه النهائيه بالليزر. المرحله اللي بعد كده بنبدا نعمل عمليه انشاء جزء من الجرين هاوس، بنبدا نعمل عمليه زرع القوائم الصوبه الزراعيه بتاعتنا بنجيب حد متخصص في في انشاء الصوب الزراعيه والزراعه المحميه وبيبدا يرفع لنا المناسيب بتاعته ويبدا يعمل عمليه زرع زرع القوائم. زي ما احنا شايفين في ال اه زي زي ما حضرتك شايف في الخلفيه دي مرحل دي مرحله، المرحله اللي بعد كده بنبدا عمليه انشاء الاحواض، الاحواض الزراعيه عندي الاحواض الاسبرولينا بتبدا بمناسيب معينه، الحوض عندي المفروض سكر المايه ما يزيدش عن 35 سم فانا ببدا اعمل الحوض بارتفاع 40 سم وبعدين ببدا اعمل عمليه تبطين للحوض بالبلاستيك عشان اعمل عزل تام لاي لاي تسريب للمياه أه بنهي الصوبة بتاعتي بعد كده اغطيها بالبلاستيك وبعدين ابدا اجيب البدلات بتاعتي وببدا اركب الشفطات وخليها وحدات التبريد بنجيب حد متخصص ليها كهربائي يبدا يركبها لنا أه ركبت الوحدات الوحدات عندي ببدا أه كده الحوض عندي شغال بنبدا نستعين المتخصصين في زراعه الاسبرولينا عندنا ناس من المركز القومي وعند وعندنا ناس من جامعه المنصوره بنبدا يدونا كميه المغذيات اللي احنا محتاجينها نبدا نحط المغذيات بعدين نبدا نجيب البادئات البادئات دي سلاله معينه احنا بنبدا نجيبها سلاله عاليه الانتاجيه في سلالات الاسبرولينا احنا لينا سلاله خاصه بينا للشركه بنبدا نشتغل بيها سلاله دي مستورده اه سلاله مستورده مستورده حضراتكم بتعملوا لها اكثار او او انتاج... هي بتمر بكذا مرحله اعتقد كان الزميل الدكتور المهندس اسامه شرحها قبل كده احنا بنعملها كذا مرحله بنختار السلاله اللي تتوافق مع ظروف درجات الحراره والرطوبه اللي في مصر بنبدا نعملها اقلامه الاول مرحله أقلمة في تحت الظروف المصريه وبنبدا نعملها عمليه اكسار اكسار معملي وبعدين ابدا اكسار في صوب التحضين هوريها لحضراتكم بعدين بنبدا ندخلها في احواض الانتاج احواض الانتاج ما بنجمعش منها في الاول بنبدا برضه نعمل عمليه الاكسار لحد ما يبقى عندي كل الاحواض فيها كميه الانتاج بعدين ابدا مرحله الانتاج القصه دي كلها عندي ما بتعديش الشهر ونص شهرين بكتير بتتوقف على العوامل اللي ممكن بعض بعض المعوقات اللي هي بتبدا تواجهنا يعني مثلا انا محتاج جرار في موسم زي اللي احنا موسم دلوقتي جرار ليزر بيبقى مطلوب اكتر ممكن يقعد اسبوعين مش لاقيه مثلا فبتعطل الحاجة ده بيعتمد برضو على يعني توافر مدى توافر الامكانيات او الظروف المتاحه الامكانيات الحمد لله كل المنتج احنا عندنا ميزه في المنتج اللي احنا بنشتغل بيه ان كل كل المنتجات اللي احنا بنشتغل بيها منتجات محليه حتى الناس اللي بنستعين بيهم كلهم ناس صناعيه موجودين في كل في كل مكان فبالتالي احنا نوفر فرص عمل لناس كثيره لو حضرتك شفت المكان عندي فوق الأربعين 40 شخص شغالين عندي النهارده أه إحنا ما بنستوردش أي حاجة تقريباً غير السلالة بس هي المستوردينها عشان دي سلالة عالية الإنتاج. أما أنا عندي من أول إنشاء من أول تسوية الأرض دي كلها جرارات موجودة هنا كلها كفاءات مصرية اللي شغالة فيها. لما ببدأ عملية إنشاء الصوب مصر كلها إحنا بقينا متميزين على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط والإفريقي. الحديد مصري من مصنع مش عايز أقول اسم تجاري من مصانع مصرية. الصناعية اللي شغالين شغال مصريين، البلاستيك من شركات مصرية. متخصصة في البلاستيك، الناس اللي بتلحم بلاستيك كان زمان بيجيب ناس من بره، لا احنا عندنا ناس متخصصة بتلحم بلاستيك وبالتالي بتشتغل، انا كل شغلي عندي بنتج منتج منتجات مصرية، حتى السلوك الكهرباء اللي بنجيبها بتبقى كلها منتجات محلية فده بيدي... احنا عاوزين نروح كمان نشوف هناك دكتور الشغل والساده المشاهدين يشوفوه معانا، وكمان نعرف التكلفة اللي ممكن تكلف المشروع من بداية الاستصلاح أو تهيئة الأرض لحد ما ننتج والمدة والعائد بتاعها دي ممكن نروح نتحرك ونشوف التفاصيل دكتور احمد عاوزين نعرف من حضرتك عمليه انشاء الصوبه يعني ازاي ممكن حد حابب يستثمر في الطحالب ممكن ينشئ هذه الصوبه وايه المواصفات اللي مفترض يتم اتباعها في انشاء الصوبه إحنا عندنا زي ما قلت المراحل قبل كده إن إحنا بنعمل عملية تسوية كاملة للأرض لازم ده يبقى عندي المستوى الأرض عندي زيرو. اه عشان ما يحصلش عندي إن ارتفاع مستوى المية داخل الحوض بيبقى أقل من في جنب عن الأخر. ده ما بقدرش يحصل عنده غير لما بعمل عملية تسوية كاملة. اه عندنا هنا بنبدأ نعمل عملية إنشاء لأساسيات الصوب الأول وبعدين بنبدأ نعمل عملية حفر للحوائط بتاعة الحوض. بعدين بنبدأ نعمل عملية بناء، بنعمل أساس صغير وبنبدأ نرفع البناء مجرد بس أو الإنشاء مجرد 30 سم 40 سم عن سطح على الأرض. وبعدين ببدأ أعمل عملية تسوية الحفر تاني بشكل بشكل تام وببدأ أقفل الحوض عندي. الحاجة اللي بعد كده ببدأ أعمل عملية دك الحوض عشان ما يحصلش عندي يبقى عندي أي منطقة عالية عن التانية. آه، نبدأ نقفل الصوبة بعدين نبدا نعمل عملية نحن نفرش العزل آه، بلاستيك العزل عندي وده بلاستيك بيبقى ليه مواصفات معينه آه، يعني ما يقلش عن 750 مايكرو لل1000 ليه عشان يستحمل ما يحصلش عنده يحصلوش عمليه ثقب بسهوله لازم يبقى بلاستيك محمل ما يحصلوش ما يحصلوش عزل وفي عندنا اكتر من شركه في مصر بتنتج البلاستيك دوت آه بنبدا بعد كده نبدا نعمل عمليه العزل نبدا نعزل الحوض بشكل كامل بعدين بنبدا آه نملا الحوض ميه نختبر الميه اللي فيه نتاكد ما فيش اي تسريب بعدين بنبدا نعمل عمليه تطهير للحوض ونطهره بنستخدم الكلور اللي بيستخدم في تطهير الميه آه عشان نتاكد ان انا ما عنديش اي ملوثات آه ممكن تكون موجوده عندي في الحوض الحاجه اللي بعد كده الصوبه كده عندي متقفله الحوض متقفل الشفطات عندي ودوره التبريد كلها كامله عندي ببدا املى الحوض ميه ابدا احط مغذيات وأدوبها واخد اتاكد انها دابت بشكل كامل بعدين ابدا احط البادئات اللي انا مجهزها بشكل سابق قبل كده طب في نقطه مهمه جدا يا دكتور وهي يعني نتكلم فيها باستفاضه وهي استخدامات الميه في اصاب آه آه انتاج الطحالب وكمان درجات الملوحه هل تصلح هذه الصوب في اراضي المليون ونص مليون فدان في, في المغرة وفي غرب غرب المنيا في الاراضي اللي حضرتك بتقول ان هي ممكن تكون قاحله في هل في درجات حراره معينه ولا بيتم من خلال الصوب التحكم في درجة الحراره كل هذه التفاصيل اللي تتعلق بالميه في الصوب الزراعيه لإنتاج الطحالب عايزين عاوزين نعرف تفاصيلها من حضرتك أه نبدا نتكلم واحده واحده بالنسبه لنقطه نقطه اول نقطه عند حضرتك او اخر نقطه حضرتك فيها درجات الحراره درجات الحراره المناسبه للنمو عاده بتبدا من خمسه و... من خمسه وعشرين لخمسه دي درجات الحراره المصرية الاسبوع ال... ودي درجه الحراره المتوفره عندنا في معظم اوقات السنه مع استخدام التبريد وفي نظام واستخدام نظم الصوب اللي احنا بنستخدمها احنا بنعمل الصوبه بنعمل فيها عمليه بنحط فيها خلايا تبريد وبنحط فيها شفاطات لما بيجي عندي في الشتاء الجو الحراره قلت عن 20 الاشعاع الشمسي بيبدا ي... بيبدا يدفي له الصوبه عن طريق البلاستيك وبعدين بيبدا بيحصل عمليه تدفئه فالحراره بتزيد عن 25 فبالتالي الطحلب بينمو بشكل كويس في الصيف الحراره لما بتزيد عن 35 عندي ببدا اشغل مراوح وابدا اشغل خلايا تبريد النقطتين دول بيعملوا لي عمليه تبريد للصوبه وبيوصلوا له درجه حراره 35 فبالتالي بيبقى مناسبه لنمو الطحلب وبالتالي بتبقى الدنيا في درجات الحراره عندي ما عنديش مشكله في معظم القطر المصري بشكل عام دي بالنسبه للحارة بالنسبه لدرجه ملوحه الميه احنا بنستخدم مياه لحد 4000 جزء في المليون يعني منطقه المغره من اكبر مشاكلها اللي هي ارتفاع درجه الملوحه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي انا عندي اساس الحياه في اي منطقه اللي هي الميه المياه في معظم مصر عندنا ندره في المياه قلة إيه اللي جودة الميه احنا النقط ديت ما بتهمناش بالنسبه لقله لجلت... اللي جوده الميه الميه ال 4000 ما بتزرعش معظم المحاصيل الاقتصاديه اللي احنا بنزرعها في مصر اخر محصول ممكن يتحمل لحد 2000 جزء في المليون لا انا بستخدم ميه لحد 4000 ما عنديش اي مشكله وديت ودي اكبر مشاكل منطقه المغره متوفره الميه ولكن المياه فوق ال 4000 آه... دي بالنسبه بالنسبه بقى لاستهلاك المياه نفسها، آه يعني استهلاك المايه دي النقطة الثانية بالنسبة دي نقطة جودة المياه بالنسبة لنقطة ندرة المياه والاستهلاك المائي أنا بستهلك اللي بيستهلكه فدان في, في يوم أنا ممكن استهلكه في شهر. آه بلا أنا مجرد ما بفتح الحوض عندي بيتملي خلال ساعتين في طرمبة 50 حصان آه تصريف أربعة بوصة آه دي بتكون لازمة آه لري فدان في, في يوم واحد. فبالتالي انا عندي يعتبر ما عنديش اي استهلاك في المياه بالنسبه لي انا مجرد ان انا بعمل الحوض مره مره واحده وبعدين ببدا اعمل عمليه زياده بعوض البخر اللي بيحصل عن طريق البخر الجوي الطبيعي بس طب لو احنا قارنا بين فدان بنزرعه مثلا خضر او او فاكهه وبين فدان بننتج فيه صوب او بنعمل فيه صوب زراعي لانتاج الطحالب ممكن يبقى كام ضعف او او النسبه مقارنه ده بدا ايه انا ما عنديش ارقام محدده بس هي هو ما فيش مقارنه اساسا حضرتك دلوقتي لو بتتكلم على كميه الميه اللي انا بستخدمه في اللي انا بستخدمه في شهر في الزراعات اللي انا بستخدمه في اسبوع في الزراعات العاديه ممكن يكفيني سنه في زراعه فدان اسبرولينا بلا مبالغه ده, ده بالنسبه لكميه الميه، بالنسبه للاقتصاديات برضو ما فيش مقارنه، متوسط انتاج الفدان في في الخضر او او الفاكهه في السنه ما بيتعداش 30 40 الف جنيه، انا الفدان هنا على حسب دراسات الجدوى ممكن ينتج لي فوق الـ فوق الـ 250 الف جنيه شهريا في الانتاج الاقتصادي في الاسرولينا، فما فيش مقارنه بين دي أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور وكمان نروح ان شاء الله نشوف ال الانتاج نفسه والطحالب الجاهزه او الطحالب الجاهزه للانتاج نشوفها مع بعض ممكن. دكتور احمد احنا انتهينا من مرحلة كيفية انشاء الصوبه لصوبه جاهزه آه للانتاج عاوز اعرف من حضرتك دلوقتي هذه المرحلة من انتاج الطحالب ازاي آه آه وصلنا لهذه المرحلة وايه خصائص المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي زي ما قلت حضرتك احنا هنا بنجيب البلاستيك البلاستيك بيكون ألف احنا جهزنا الحوض سويناه بشكل تام دكينا الارض عشان ما يبقاش فيه اي حصوه بارزه او اي حاجه بنبدا نعمل بلاستيك بن بنحط بلاستيك بيكون متساوي بشكل تام مع الانشاءات اللي تم اللي تمت في الارض ارتفاعه لا يتعدى ال 40 سنتي. بنبدا نبدا المرحله هنا غسيل بلاستيك بشكل تام بعدين بنبدا نعمل عمليه تطهير بنستخدم كلور 40 جرام في المتر مكعب نطهر بلاستيك عشان نتاكد ما فيش اي ميكروبات جوه البلاستيك او عليها حصلت اثناء عمليه العزل او كده بعدين بنبدا نملى حوض نبدا نحط المغذيات بتاعتنا وكده الحوض جاهز للانتاج لمرحله الانتاج طب الانتاج او مساحه الحوض قد ايه والانتاج ده المتوقع دوت حوض 500 متر مربع ده حوض 500 م... تربيه 500 م... هل في مغازات معينه بيتم استخدامها وفي خصائص او مواصفات قياسيه لعمليه الانتاج حد ذاتها اه طبعا بيبقى عندنا مغذيات معينه الدكتور المسؤول عن عمليه التغذيه بيدينا بنعمل عمليه تحليل للميه بنبدا نكمل بالمغذيات اللي تتناسب مع النمو اللي تحلب وبيبقى في درجه بي اتش معينه ودرجه اه اي سي اه كل الحاجات دي بيتم اه قياسها وضبط المحلول على اساسها المحلول المغذي اه وبعدين بنبدا عمليه اه اه متابعه مستمره للحوض ان المغذيات مستمره ليها وكده اه وبننزل البدلات تبدا تعمل عمليه اه تدوير اه لميه الحوض عشان يبدا يحصل عمليه استمراريه في النمو والانتاج بيحصل خلال من 25 ل 30 يوم كحد اقصى انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد أمريكي. حمزه مدير تنفيذي بموقع ابو غالب بشركه نور الهدى شكرا جزيلا تحت امرك يا فندم مشاهدينا يعني احنا في هذه المرحله شفنا مرحله انتاج صوبة زراعية أو إنشاء صوبة زراعية لإنتاج الطحالب خاصة تحلب السبيرولينا وهو من أهم الطحالب الموجودة في مصر من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الإنتاجية كمان ان شاء الله انتظرونا في تقارير تانية هنتكلم فيها عن مرحلة ما بعد انشاء الصوب الزراعية مرحلة الانتاج بتكون ازاي ومرحلة التسويق هتكون ازاي وليه بالذات اخترنا طحلب سبارولينا شكرا جزيلا لكم انتظرونا في برنامج من سيزرع المليون